الكتاب اللي فوق، البحر اللي وراك، الطير اللي هناك، الشجرة اللي في أعلى الجبل اللي بعيدة خالص ومحدش شايفها ولا حد واصل لها. أنتوا بص لنفسك. القيوم القائم على شؤون عباده. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الآية تقول لك أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كل مليم وكل نفس هتكسبيه ليوم القيامة من النملة لغاية حضرتك وحضرتك بفعل القيوم. يعني إيه القيوم؟ لا فاعل في الكون إلا الله. لا فاعل في الكون إلا الله. يعني إيه القيوم؟ لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله. أوه على الكلام. طب يبقى اسم القيوم أنا أتعامل معاه إزاي؟ عيش بحول الله وقوته، لأنه هو القيوم القائم على كل الكون.